هدى جبل السيد. منين يا حاج؟ من الزقازيق، من هريه رزنا، بلد احمد عرابي. احمد عرابي يبقى جدي. جدي مش بتبلى ولا بتتسب ليه. عيله احمد عرابي يعني ما حدش يبص لها خالص، ما حدش بيتجه للبلد دي خالص. ويوم ما نيجي عايزين نتكرم ولا عايزين ناكل عيش بشرف وبعرق مش لاقيين. الناس عماله تدور على بعضيها وتدور على مصالحها، واحنا مش سايبين الغلابه مش لاقيين تاكل. احنا كنا بنسترزق بحبه حاجات يعني باب رزق ومعارض، انضربنا وحاجتنا اتحرقت ورحنا للمسؤولين قالوا هنعوضكم، ما عوضناش. وعيالي مديونين وهيخش السجون هم بسبب الاسرات اللي ماضيينها. الناس اللي هي زي حضرتك اللي هي بتقدر على لوم التعيش قالوا لي روح مجلس الشعب وروح هنا وروح هنا. لفيت انا بقالي بتاع سنه من اول ما قامت الثوره وانا بلف على حقنا اللي ضايع وعلى لوم تعيشنا اللي مش لاقيين. اروح فين؟ اروح لانه مسؤول. ورحت اللي بتوع اللي احنا انتخبناهم بتوع الاخوان، رحت لهم قعدوا يضحكوا عليا في المكتب. قالوا لك ايه يا حبيبي؟ قالوا لي يا ماما احنا هنا احنا مش فاتحين لا باب رزق ولا بتاع روح المحافظه، وان كان لك مشكله احنا نحلها لك. بس قالوا لي كده. طب ما رحتيش المحافظه ليه يا حاج؟ رحت المحافظه لقيت كان في هناك جنايات وناس بتولع في كاوتش وبيبهدلوا المحافظه. محافظه القاهره؟ ما خفت. محافظه القاهره؟ محافظه الزقازيق الشرقيه. لقيت ان يعني في ناس بلطجيه برضو مبهدلين الدنيا هناك. طالبي ايه وعايزه تقولي ايه يا حاج؟ عيالي باب رزق لعيالي. كانوا بيبيعوا شويه حاجات وندينوا للتجار ومش راضيين يدوهم باب زيز، وهم اللي بيصرفوا علينا وهم اللي بيبيعوا لنا. وانا جوزي اصلا مريض وكان سواق والرخصه بتاعته منتهيه، راح يجددها قالوا له غير لايق. فنعمل ايه؟ نبكوا ثواب. احنا مش عايزين غير باب رزق. لقمة عيش عيالي تايهين دلوقتي. كل عيل معاه عيلين وثلاثه واربعه ومش لاقيين. ان شاء الله تلاقي حل ان شاء الله. يعني انا ماشي ياسه في الدنيا، هو والله العظيم ربنا اللي عالم. اهل الخير كتير وان شاء الله تلاقي حل. مفيش يا عم. اكيد يا حاج هتلاقي. انت لما بتكلم واحد مسؤول بتيجي تعمل اكيد كده عشان تساله على سؤال وراح عامل لك كده وراح منفض نفسه ازاي يعني؟ والصعايده مهددين عيالي والله بالقتل، والله العظيم الصعايده اللي عيالي واخدين منهم التجار مهددينهم بالقتل. وحياتك يا رسول الله وحياتك يا رب. جم خدوا البضاعه اللي في محلاتهم وضربوهم وقالوا لهم لو جبتوا فلوس لعيالكم هنموتكم. احنا مش بنشتكي ولا عايزين حكومه ولا مش حكومه. هددوا عيالي بالقتل 100 مره. الله يبارك لك. عيالي اصحاب بيوت وساكنين بالايجار. والله العظيم ثلاثه مديونين ومتهددين بالطرد من البيوت. ربنا اللي عارف.